بي برج الثور. طبعا تحملت كثير، بس خلينا ما نكذب على بعض. يعني بداية السنة هاي، أو خلينا نقول بداية شهر 3، بلشت الأمور. ما نحكي إنه الأمور صارت واو وكل شيء تمام، لا، بس أكيد أنت حاسس إنه في تحسن. إذا حسيت إنه الأمور ستيبل، ما في ولا شيء عم بيصير منيح، فبدك تراجع كيف أنت عم بتفكر وتتعاطى مع حالك، كيف أنت عم بتفكر بالأمور، لأنه أنت المسؤول عن كل اللي بيصير حواليك. طبعا حسب طاقتك، حسب تفكيرك في الأمور. فهذا في الدين وفي العلم وفي علم الطاقة، هذا كله الأمور هاي موجودة. وطبعا أنا دائما بنصح كل متابعيني إنهم شوي يعني يدخلوا مجال مش الروحانيات، خلينا نقول نبسطها، يعني انه انا كيف ارفع طاقتي، كيف ادخل موجة السعادة او تيار السعادة ولو مصطنعة، لانه كل هاي الامور بتصب في مصلحتكم. هلا بخلينا نشوف الفترة الجاي لبرج الثور. طبعا انا قبل فتره قرات لبرج الثور وقلت لهم ان الامور في تحسن كتير، الامور ممتازه. لو بدنا نخصص حنقول شهر 6 هو من احلى الاشهر في هاي السنه، هو وشهر 12 بالنسبه لبرج الثور. برج الثور حبيبي، في عندك موضوع متعلق في الماضي. هذا الموضوع انت عم بتحاول تتناسى، انا ما عم بقول لك انسى، بس حابة احكي لك انه اتصالح مع كل شيء قديم، لانه الفترة الجاي كتير حلوة من كل النواحي. اكتر شيء مبين عندي بالاوراق انه في شخص، هذا الشخص ما بعرف، هو مبين انه روحاني شوي، حكيم كتير، الناس بتلجأ له في حل مشاكلهم. ما بعرف، هو ما بحكي انه روحاني، لكن ممكن يكون مسؤول في عمله، مدير او كذا. فهذا الشخص حيظهر في حياتك، او هو من الاساس هو موجود في حياتك، لكن حيتكرس العلاقة بيناتكم، حتزيد. وممكن يكون شخص جديد على فكرة، ممكن يكون شخص جديد حامل لك رزقة، والرزقة هاي مو بس مال، ممكن يكون حب. بالأخير حيكون في سعادة كبيرة على كل النواحي، وهذا دليل إنه هذا الشخص اللي أنا عم بقول عنه هو الشخص، مش حكيم بمعنى حكيم بشكل عام، لا، هو بمعنى إنه حيحل لك مشاكلك كلها. أنت فاهم شو يعني هذا الحكي؟ يعني هذا الشخص هو بالنسبة لك بمثابة ملاك، بدك تنتبه لظهوره في حياتك. ممكن يكون موجود لكن عم بيراقبك هو، بس انت ما عم بتحس. في الفترة الجاي حتشوفه بشكل آخر، حيصير في تقارب كبير. والأحلى من هيك انه في احتمال كبير كتير انه يكون هذا هو نصك الثاني، توأم روحك. حبيبي برج الثور، انا بعرف انه اللي بهمك أولا وأخيرا هو العمل والمادة، وهذا الشيء مو غلط. انت دائما بتحط العائلة، او اذا كنت اعزب بتحط العلاقات العاطفية او العاطفة في المرتبة الثانية او الثالثة او العاشرة، لكن العمل عندك هو نمبر ون. نصيحتي لك بالاشهر الجاي انه تركز على العاطفة. انت مهتم كتير بالعمل، والعمل الحمد لله من حسن لأحسن زي ما بيحكوها، لكن انت بتنقصك العاطفة. هذا الميزان في حياتك يعني لازم يكون موجود، وهو حاليا مش موجود. انت في فرص كتير عم بتمر معاك في حياتك في هذا الوقت خاصة. دور طبعا ما ننسى انه برج الثور كتير عنيد، خلينا نحكي، او بطريقة تانية هو
بتمسك كتير بالمبادئ تبعوله، مش من الناس اللي بيحبوا التغيير أو بيحبوا إنهم يغيروا شخص بشخص أو لا. بس أنا بنصحك بالفترة الجاية تكون ديناميكي أكتر، اللي مش تمام معك في الشغل، خاصة في الشغل. في أشخاص مبينين قدامي في بالشغل كتير مواضيع يعني عالقة، في أشخاص ما بيريدوا لك الخير في الشغل. فحاول إنك يعني خلينا نقولهم، بس حاول إنك تحط حدود لهدول الأشخاص، لأنه من طيبتك أنت يا برج الثور أنت عم تترك كل شخص بتعامل زي ما بده معك. فأنا بنصحك تحط حدود لهدول الأشخاص. شغلك مليان بالأحقاد، لكن الحلو بالموضوع إنك دائما أنت بتفوز، دائما أنت بتفوز. فهذا هو اللي بشكل الغيرة في العمل عندك. بمعنى آخر، انتصارات كبيرة بالشغل بالفترة الجاي. بالفترة اللي بعدها الشغل ما حيكون كتير واو يعني، بس ما حيكون سيء. لذلك بوصيكم برج الثور حبايبي تهتموا شوي بالعاطفة. انتم من الناس اللي كتير بتهتموا بنفسكم، بتحبوا المظاهر نوعا ما، بتحبوا يعني هو شخص أنيق في الحياة. برج الثور بكلامه أنيق، بلبسه أنيق، في تعامله مع الآخرين أنيق. لذلك هو بيستمع دائما من الطرف الآخر نفس هاي الأمور. أنا بقول لك يا برج الثور، مو شرط يكون الشخص اللي قدامك اللي حتحبه واللي أنا عم بحكي لك عنه هو نفس مواصفاتك. أنت دائما بتدور على شخص مواصفاته نفس مواصفاتك، وهذا إشي كتير غلط. يمكن انت فيك عيوب انت مش مدركها. الشخص الجاي في هاي الفترة يعني في القريب العاجل، هذا الشخص انت لازم تستقبله بطاقة إيجابية عالية، ولازم تفكر أكثر بالعاطفة، تقلل فكرك، تقلل تفكيرك بموضوع الشغل. لو انت مش أعزب، لو انت عندك عائلة، في عندك سعادة عائلية كبيرة، إذا كان عندك أطفال. يعني الفترة الجاي أنا بنصحك إنه تهتم في العائلة وتهتم في الأمور العاطفية أكثر شوي، لأنك كتير ما عم تعطيهم اهتمام، لذلك عم تخسر شوي من اهتمام كمان عائلتك فيك، وهذا الإشي كتير بضايقك. أنت برج الثور بتحب تاخذ وتعطي، تعطي اول شيء بعدين تاخذ، بتحب الاخذ والعطاء. مش من الناس اللي يعني دائما بقولها انا انه برج الثور من الناس الحقانيين، بيحبوا انهم يقابلهم الشخص اللي قدامهم زي ما هم بيقابلوه في نفس المستوى من الرقي والصدق والشفافية. هذا الاشي طبعا احنا مش بالمدينة الفاضلة، هذا الشيء مش موجود. في اشخاص كتير زي ما قلنا هون، في اشخاص كتير بيريدوا لك الشر، فانت لازم دائما تفكر بالامور الافضل والاحسن لإلك. تفكر بحالك يا برج الثور، بكفي انه تفكر باللي حواليك وبس. دائما بتفكر شو الرياكشن تبع الشخص اللي قدامك، لا ما تفكر بالناس ابدا، ركز على نفسك، وانت كتير بتستاهل الفرصة اللي قلت لك جاي على الطريق ان شاء الله. وبستنى منكم تبشروني، وهذا احتمال كبير يكون زواج ونهاية سعيدة زي ما هو مبين عنا هون. ف بتمنى لكم شهر أو 3 أشهر كتير حلوة لبرج الثور ولبنت برج الثور اللي كتير بحبها، ولجمانة صاحبتي اللي هي برج الثور واللي احنا تشارطنا على هذا الشخص اللي حيظهر في حياتها، وعم بنراقب أنا وياها. فبقولها كمان
تأني شوي وحيظهر هذا الموضوع في حياتك، لكن بشرط إنه طاقتك تكون إيجابية. نحاول نتفائل يا جماعة، جماعة برج الثور شوي متشائمين سوداويين، بقولكم يعني إذا أنا بحكي لكم إنه الفترة الجاية كتير كتير حلوة، فليش مصرين تكونوا متشائمين؟ باي باي لبرج الثور، وبتمنى لكم إن شاء الله فترة كتير حلوة وكتير رائعة زي ما هو مبين بالورق.